معكم إلى ختام طواريك هذا الليل وهذه الحلقة. في شعرين كلنا عارفين من الشعرين الباقي، ولكن البداية من سيحددها القراءة. نقول مرحبا بالشاعر اللي بيكون عنده البدء في آخر طروق من الحلقة الأولى لمرحلة 24 والنصف النهائي الأول. نرحب بالشاعر علي بن عطا الله المطيري. الشاعر علي بن عطا الله المطيري، ونشاهد وإياكم التقرير الخاص بالشاعر علي عبر شاشة العرض. نرحب بالشاعر علي، يا مرحبا بشاعرنا علي بن عطا الله. كذلك نرحب بآخر شعرائنا لهذه الليلة، واختمها مسك مع الشاعر زاحم بن مشعان العضيلة. زاحم بن مشعان العضيلة، ونشاهد وإياكم التقرير الخاص بالشاعر زاحم عبر شاشة العرض. نرحب بالشاعر زاحم العضيلة، كذلك نرحب بالشاعر علي عطا الله، علما يستاهلون علما بأن البداية بداية الطروق والبدء بتكون عند الشاعر علي، ولحن هذا الطروق بيكون عند شاعرنا.